ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي وحبيبي إلي. أنا لحبيبي. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني لكن مع خبر مهم وشيق مع زميلتنا طوقي. احنا نروح لها ونرجع مرة تانية نكمل فقرتنا. ومن الأخبار العالمية، تحتفل اليوم أسبانيا بافتتاح كنيسة سجرادا فاميليا التي بدأ إنشاءها في عام 1882 من تصميم المعماري أنتوني جاودي، التي وقف بناؤها عند وفاته، ثم أصبح استكمال بناؤها لغز حير العديد من المعماريين لعدم وجود الرسومات للمشروع وعدم قدرتهم على إن أنتوني جاودي توفى عام 1926 قبل أن ينتهي العمل في هذه الكنيسة، ومتوقع أن ينتهي العمل منها عام 2026، وذلك احتفالا بمرور أكثر من 100 سنة على وفاة أنتوني جاودي. انت ازاي سايبه يشتغل وهو تعبان؟ الحقيقه هو بيبقى مبسوط جدا وهو شغال. هو مرض الدم ما بيأثرش عليه؟ هو اذا كان بيأثر فبيأثر بطريقه مختلفه. ازاي؟ تعالى اوريكي. انت
عارفه ان هو من اكتر المباني اللي بتاثر بالطبيعه؟ ازاي؟ يعني لو بصينا للمبنى ده مثلا، المبنى ده اسمه كاسا باتيو، وهو كان المبنى كله واخد على شكل عمود فقري الجسم حيوان، ولو بصينا على الواجع بتاعته على شكل عظم الانسان، وهو هنا كان متاثر بالمرض اللي عنده من هو صغير. كان عنده ايه وهو صغير؟ كان مصاب بمرض الروماتيزم من هو صغير، وده كان مأثر عليه جدا. طب هو ايه المبنى ده؟ المبنى ده اسمه كاسا ميلا، وهو كان عامل السقف بتاعه على شكل خواز للجنود. هو اتولد فين؟ الحقيقة محدش عارف هو اتولد فين لحد دلوقتي، بس هو كان انطوائي جدا وملوش صحاب ومكانش شاطر قوي في المدرسة. هي ايه اخر المشاريع اللي هو شغال عليها؟ سجرادا فاميليا، ولسه محدش عارف هو هيخلص امتى. مسار إجباري، الهوية مش واضحة، طريق موحد ملوش بديل، أكيد في بديل، أكيد هوصل لطريق، أكيد هلاقي مسار استثنائي. تشرب حاجة؟ مفيش. أنا بتسأل السؤال ده كل يوم، أقعد أعمل لك كيس. شفتي الساين هاوس بتاعت روبرت آدم؟ عمل لها ديزاين جميل قوي، انا عايزاه يعمل ديزاين للبيت بتاعي.
جميل. كمان الديزاين بتاع كولزن كاسل قوي، كان فيه تاتش نيو كاسل نيو كلاسيكال مش موجود قبل كده. انت رايح المكتب بتاعه امتى؟ رايح النهارده تبدأ تيجي معايا. اوكي الحساب الحساب. والله فكرة. كنا جايين على ميعادنا مع مستر روبرت. هو مستر روبرت شغال هنا بقاله كتير؟ ده مكتب مستر ويليام، ودلوقتي تبع اولاده مستر روبرت ومستر جيمس ومستر جون. ممكن تفضلوا استنوا دقيقة. عايز اقابل روبرت قد حضرتك عندك معاه ميعاد؟ لا. طيب حضرتك عايز تقابله بخصوص ايه؟ شوف. طب ثانية واحدة هبلغ. يا ترى هيرضى يقابلني؟ حضرتكم ممكن تتفضلوا؟ انتوا تفضلوا استنى هنا. شكرا. انا مش هدخل ولا ايه؟ انا مش هدخل ولا ايه؟ تقدر تخش. اتفضل. عاد السكرتيره كانت قالت لي ان في شغل ما بيننا، ممكن حضرتك تفكرني لاني مش فاكر. انا مهندس معماري لسه ببتدي، وكنت معجب بالمشاريع بتاعتك، وانت شايف ان انا اكتر واحد ممكن يكمل مشوارك وممكن ابقى المساعد بتاعك. للاسف انا كل شغلي بكمل بيه شغل والدي، انا واخويا، واكيد من بعدي اللي هيكمل حد من العيله. بعتذر لك لدلوقتي علشان عندي حاجات تانية. شكرا. اعتقد كمان دي مش بتاعتك. تفضل التاج ده هتوصله لبيت مستر روبرت والعنوان اهو. بيته؟ ليه لا؟ اروح لبيته. Thank you.
متوقع رجوعك، كان ولا بالسرعة ولا بالطريقة دي. إصرارك الصبح في المكتب كان باين في عينيك، باين إن أنت عايز تتعلم. حكايتك إيه؟ أنا محتاج أتعلم منك وعايز أعرف أكتر عنك، بس أنت ما بتدينيش فرصة وخليتني أرجع للطريقة دي. شكلك فاضي بس عايز تتعلم. اقعد. هنبتدي الأول بحياتي. أنا اتولدت في اسكتلندا وتربيت في عائلة معظمهم عمريين. المكتب اللي انت شفته النهاردة ده بتاع والدي ويليام أهدم، كان من أكبر المعماريين في وقته. ورثته أنا وأخويا جون، وابتدينا إن احنا نشتغل في إعادة الطراز الكلاسيكي. تأثرنا جامد بالطراز الكلاسيكي وحاولنا إن احنا نظهره في معظم المباني بتاعتنا. في مرة واحد طلب مني إن أعمل له بيت في الليستن هول، حفظ مقتنياته ومجوهراته، مفيش حد سيبنا لغاية دلوقتي. وإيه الصعوبات اللي واجهتك؟ معظم انتقادات فنية مش أكتر ولا أقل. هوريك أعمال تانية أعتقد إن أنت هتعرفها. كولزن كاسل ولتشارلت سكوير، بلاتيني بريتش، كلها حاولت أحيي فيها الطراز الكلاسيكي زي ما أنت شايف على الواجهات. طب لا أعتقد كده الوقت اتأخر، ممكن تعدي عليا بكرة ونكمل اللي بدأناه. استنى، أعتقد الكتاب ده ممكن تبدأ بيه، هيفيدك. مش ممكن. هنتكلم عن اثنين من اهم المعماريين ومن عصرين مختلفين تماما. كل واحد فيهم بيمثل طراز مختلف تماما عن التاني، بس هو قدر بمهارته ان هو يتميز جدا في العصر ده، او بيتميز جدا في الطراز ده. الاثنين دول هم انتوني جاودي وروبرت ادم. هبتدي النهارده زي ما قلنا بروبرت ادم. روبرت ادم زي ما قلنا ان هو من النيو كلاسيكال، اتولد سنه 1782 تمام، ومات بعد نعم مظبوط زي ما الفرنس قال 1728. كمان كانت من اشهر الاعمال اللي هو بناها كانوا ثلاث اعمال، وهما الكليزن كاسل والبولتنج بريدج والسيون هاوس كيد ليستن هول. وكمان كان متاثر بوالده واشتغل مكتبه مع اخوه، وكان مولع جدا بالنيو كلاسيكال. بالظبط، احنا كده خلصنا كلام عن روبرت ادم وان هو كان من اشهر المعماريين في امريكا وخصوصا في النيو كلاسيكال. بعد كده نشوف جاودي اللي اتولد سنة 1852 وتوفى سنة 1926 تمام، وما اتجوزش. حد يقدر يعرف هو ليه ما اتجوزش؟ اتفضل يا جماعة. لانه ما كانش اجتماعي وهو صغير، كان بيعاني لانه كان مصاب بمرض الروماتيزم، والموضوع ده كان اثر عليه في المباني اللي هو عملها. فعلا. وكمان كان متاثر بالطبيعه، ان هو كان مقتنع ان اي حاجه جميله كانت بتطلع من الطبيعه. من اشهر مباني كاسا باتيو وكاسا ميلا وساجرادا فاميليا، وكان بيشتغل على المشاريع لوحده، وما كانش في نقطه مشتركه بينه وما بين روبرت ادم. لا ازاي يا باشمهندسين، احنا طبعا كده عندنا نقطه مشتركه جدا ما بينهم. احنا لو بصينا في حياه روبرت ادم هنلاقي ان هو ما اتجوزش، وكان عنده 7 اخوات بنات بس. وفي نفس الوقت كان انتوني جاودي برده ما اتجوزش، وكده تبقى دي النقطه المشتركه ما بين روبرت ادم وانتوني جاودي. كده السكشن خلص يا باشمهندسين. اللي حد عنده سؤال؟ طيب تقدروا تفضلوا.